طعنوني من الخلف بعد وفاة والدي، وحسبي الله في من كانوا سبباً في خروجي من حصة الفهامة. بهذه النبرة الحزينة تحدث الممثل الفكاهي حسن كركاش لتلفزيون النهار، وهو يصف كواليس وخبايا عالم التمثيل، قائلاً بأنه لو يعود به الزمن إلى الوراء لن يلج هذا الوسط أصلاً. ولأول مرة في الأعلام سيصرح ضيفنا، هل ندم على مشاركته في الفهامة؟ ما حقيقة عودة الأخيرة إلى الشاشة الصغيرة؟ علاقته بمجموعة الفهامة هل لازالت قائمة أم مقطوعة؟ ماذا سيقول لعبد الرحمن شني شني؟ دلال، سليم ألك، والمخرج محمد صحراوي. رأيه في ظاهرة التيك توك؟ إلى ماذا يعود غيابه عن شاشة رمضان 2019؟ من يراه الأول في جيل فكاهيين الجدد؟ نسيم حدوش، نبيل عسلي، أم زبير بالحور؟ وأخيراً، ماذا سيقول عن زميله المرحوم الشيخ عطلة؟ هذا التغير ما هوش تغير كبير، لأنه كنت في عالم الطفولة قبل ما نكون في باش ندخل عالم الفن، اللي كنت فيه موجود فيه منذ بدايتي في التسعينات، كنت والثمانينات تقدر أواخر الثمانينات، كنت أصغر منشط في المخيمات الصيفية، بدأت من الحكاية المخيمات الصيفية بدأت، وفي الرياضة كذلك كنت الواحد قطع في ما بين صحابه دائما في الضحك هذاك وذاك الجو الفكاهي وقاعد ما بيناتنا باش ننساو شوية تعب الرياضة وكل شيء. ومن بعدك في نهاية التسعينات انتهى في 99 تقريبا هكذاك، تلاقيت مع المخرج محمد صحراوي اللي عطاني فرصة في هذا العالم. أما الرياضة بالنسبة لي فقد مارستها حتى يعني حتى نهاية 2001 بداية الفهامة كذلك. مستحيل ندم على عائلتي، مستحيل ندم على حاجة بدأت أعطتني أول ورقة في كتاب الفن، كتاب مسيرة الفنية، ما نقدرش نشوفها على أساس ندم، لا بالعكس، هي تجربة خديتها وتجربة ناجحة وتجربة اللي لو كان يعود يقولوا لي ألف مرة نعود نرجع لها نعود نرجع لها. تبدلت كل المعطيات، تبدلت حتى الحس الفكاهي تبدل شوية، يعني السنوات اللي بدينا فيها احنا وكانت الجزائر يعني الابتسامة كانت مفقودة في نهاية التسعينات، معناتها بدات تولي البسمة عند الجزائري، بدات تولي الفرحة، ولو انه كانت موجودين عدة حصص، ما نساوش بلا حدود، ما نساوش عصب واوطاق، قبصة شمة اللي نسيناهم يسمحوا لنا. يعني في 2000 بدات الحكاية وبدات القصة، قصة ما هي اسمها كان اسمها الفهامة، هذه القصة اللي كان تراود عند هذا المخرج اللي مبدع، اللي كان مبدع فعلا، لأنه أضحك الجزائري وأعاد الابتسامة للجزائري. لا ما نقدرش نقول مقطوعة، لأنه كل واحد وظروفه، كل واحد وحياته، تغيرت حياته، كنا في السن 20 اليوم رانا في السن 40، معناتها مستحيل الانسان ينسى اصحابه، ينسى اصدقائه، ينسى الناس الحلوه اللي مر معاهم، مستحيل مستحيل ينساهم. لكن التواصل الوحيد اللي راني فيه ممكن نقول لك اسماء نقضيهم لك تواصل، نتواصل معاهم تقريبا من ذاك في الاعياد، نتواصل مع سليم وعبد الرحمن نحييه، قعيقع مثلا، سالي، حجله، أكثرهم اللي راني متواصل. مبروك أكيد، مبروك، هذاك أول عنصر اللي دائما نحبه ونعزه، دلال هي اللي راني نتصل بها نتواصل معها كثير. عبد الرحمن الإنسان اللي إن شاء الله يا ربي يعاود يرجع من باب كبير، لأنه فنان رائع رائع، فكاهي رائع، عنده واحد الفكاهة، يعني أنا واحد كان يضحكني كثير. دلال بعض الناس باش نصلح لهم، دلال هي أختي، صلح لهم، لأنهم كان عندهم فكرة واحدة أخرى، أنهم يقولوا أنه اللي هو الزوج تاعها خويا الياس بوش، نحييه من هذا المنبر،
دلال هي اختي ملي كانت صغيره وانا وياها الناس كيعرفونا كيف ونروحوا كيف نصلح لهم القلوب اللي دلال اختي. ودلال انسانه رائعه، انسانه تحب الخير، تحب الحنينه بزاف، وربي يشد لها ملك وصهيب وزوجها ان شاء الله. سليم يا سليم سليم، شوف سليم حاول ومازال يحاول. سليم انسان اللي يتابر، انسان اللي يحوس يخدم اكثر. سليم مجتهد جدا، اسمه مجاهد ولكن مجتهد طبعا، يحوس دائما، يحوس انه يبقى دائما في الساحه الفنيه، ما يحبش يبقى دائما غايب على الساحه الفنيه، وهذا شيء يحسب له. وكذلك سليم يغير على الفن تاعو. محمد الصحراوي خويا الكبير، دائما نقولها له انا خويا الكبير. لحقنا الوقت وين نقولوا الواحد شكرا، يعطيك الصحة محمد الصحراوي. هذا هو الصعيب، انه كي تدخل انت واحد من تيك توك كان يسب في الاخر ويدير اشياء غير اخلاقيه، ومن بعدك وليدك راح يدخل يوتيوب يشوف هذه الاشياء غير اخلاقيه، راح نخمجوا كل شيء وراح نديروا حاجات ماشي ملاح. ولكن انا يراني معاهم ان شاء الله ربي يكملهم، ولكن لازم عليهم على الاقل يعاودوا يشوفوا روحهم، يعني الاخطاء اللي داروها في هذيك الخصم، معناتها الفكاهه ما هيش غير في هذيك، وانك تقلد هذا تقليد، يسموه تقليد. ولو ان تيك توك درناه فكري احنا في حصة الفهم في الابراج، كان حكيم ودلال ومبروك، حتى سالي، حتى سليم، حتى احنا كاع كنا، يعني واندي ما نساش شيء. الفهامه صح، يعني مجموعه من حصص الفهامه، هي مجموعه من الحصص خرجت منها الان، تقدر نعطيك في مثال صغير جدا اللي هو هي وهو، تقال ان جاي اون في، ما هيش موجوده، ما عندها، ما هيش مسروقه من هذه، ما نقولوش خرجوا الحصص، ولكن هناك واحد ادى فكره وبلورها وكبرها وطورها. طبعا نظن انه عنده حق شويه، بصح تقريبا انا كل الحصص اللي خرجت مر الفهامه داو افكار منها شويه، معناتها ماهيش 100% ولكن كان عنده افكار ونحيوهم قاعد. انا نشوف باللي هذا الغياب راجع لي ربما ناس راهي قابضه الكاستينج ما تجهل شكون انت، لانه بزاف حاجات نساوهم في كان اسماء كبيره اكبر مني بكثير نساوها، فرطوا فيهم. هو كاستينج المقاهي، كاستينج الحفلات، كاستينج الانيفرسير، يتلاقوا في ليزانيفرسير، قال هذا توعنا يا جيبوا نديروا حصه او نديروا اي حاجه. جيل راهو يبدع، كاين اسماء اللي ظهرت بكري في السينما الجزائري، مثل اللي ظهر في نعطيك حسن نبيل العسلي، مجموعه من الفيلم اللي لعبوه تاع مشاعر، كاين اسماء كذلك، عادل الشيخ ظهر رغم انه كان الدور تاعو وخويا هذاك الصغير اللي نحبه بزاف، اللي فرحت اللي شفتو في المسلسل هكذا، واخيرا عندما نشوف وجوه في الفكاهه تروح الى الدراما ولا التراجيديا ولا اي حاجه، هذه فرحني انا اول، لانه نحلموا باش نديروا افلام او مسلسلات، رغم ان الحمد لله انا في السينما موجود، لكن في المسلسلات الحاجة اقصاء، ما على باليش علاش هذا الاقصاء، ولا هذه الفكره تاع يشوفوا واحد فكاهي للابد، يبقى طول حياته فكاهي. شوف ما ابتعدش، ولكن انا دائما في قلبي دائما، كانت اول العمل كنت حنقوم به باش نعطيك معلومه هاديه وحصري، اول عمل كنت حنقوم به قبل الكلمات هي كانت حصه اطفال كما حنديروها مع محمد الصحراوي، اللي بعد 16 سنه درنا حصه تاع اطفال، وهذه كانت الفكره كانت رائعه تاع محمد الصحراوي اللي هي نادي لينا، ودرناه بعد 16 سنه، ولكن كانت هذه في سنوات 99 كنا حنديروا الحصه هذه. حس اطفال، انا دائما تراودني انني ندير حس اطفال، لاني نحب هذا العالم، لاني بديت بهذا العالم، وانا كنت نسميني ميزو في السابق، كنت ندير الكلون، معناتها العالم هذا كنت عايش فيه ومازالني عايش فيه، لاني نحب هذا العالم، اجمل عالم في الحياه.
ما خليتوش، خلونا نخلوه. فرق بين ما تخليه. اليوم انا نحيي واحد من الناس اللي راهي تحيي هذا العالم، وكل جيل بجيله، هشام يزيد اليوم راهو دخل العالم هذا، وحتى كرنسا يعني برافو عليك يزيد. المذيع حاجة والمنشط حاجة، النشط حصة، تنشيط حصة ربما تكون فكاهية، حصة اجتماعية، يقدر ينشط أي حاجة، لكن باش يكون يعني كوميدي يجي ينشط حاجة اجتماعية ممكن ينجح فيها، كما يمكن ما يقدرش يدير ولا شيء. حتى الحصة الفكاهية ماشي كل منشط، ماشي كل ممثل ولا كل كوميدي ولا أي واحد يقدر، لأنه عالم التنشيط عالم صعيب بزاف، عالم تكون على الأقل عندك هذاك الحضور، لا بريزونس. أنا ماشي من ناحية الاعتزال، لا، وماشي من ناحية الإحباط، وإنما نقمة بما كان موجود في هذا العالم، لأنه من هبة ودبة أصبح موجود، ومن وكذلك الإقصاء والتهميش. لازم علينا عندنا لجنة انضباط، لازم تكون عندنا لجنة، لجنة قراءة، لجنة هكذا، قال هذا خطأ نحيه أو عاقبه. الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه، احنا لا تفرطنا في الجديد في القديم وعظمنا الجديد. للأسف عندما تشوف أسماء كبيرة قدمت لهذا الجيل قبل الأجيال هذه ما يكونوا يعني كافحت من أجل أنها باش تظهر على التلفزيون على الشاشة، كانت تمشي بلحفة، جيل أبي، أمثال كبيرة موجودة اليوم رانا نشوفوهم موجودين في بيوتهم مراد، ما ولا واحد يشوفهم ولا واحد يروح لهم، ربما يسحقوهم غير في المناسبات العظيمة، معناتها اليوم العالمي، يوم الوطني، يوم أيام يخلدوهم في الأيام ويمثلوهم، ولا يعني يمدوا لهم ماشي يقيموهم، أنا نسميها مش تكريم. التكريم اسمع، لما تكرم الفنان كرمه بعمل. شوف هو سهل من ناحية سب، تولي سهل سب أو كلاشي تولي تضحك. نعم ماهوش من سهل، فرق بين أنك تضحك وتضحك. نقدر نضحك عليك وأنت تشوف فيا ملي أنا نضحك على العمل يعني فيه، لكن انا نضحك عليك لانك انت ما درتش حاجه مليحه. اصعب شيء هو العالم اللي اصعب هو عالم الطفل، وصعيب باش تضحكه وصعيب باش ترديه. ان شاء الله نتمنى ان الابتسامه والضحكه لهذا الجزائري تتسقم ان شاء الله، لانها راهي تضحك، رانا نضحكوا مفرطين فقط، رانا نضحكوا فوق قلبنا، رانا في بعض الحالات نضحكوا باش نضحكوا، او نستناو رمضان باش نضحكوا، أو نستناو شهر من الشهور في الجزائر كاش حصة ضحكنا، كاش عفسة ضحكنا. هذا الشيء اللي رانا نعانيو منه شوية، هي الضحكة اللي رجعنا نضحكوها سفرة أكثر ما نضحكوها ضحكة صحيحة. مانيش بزاف طخو نشوف تاع الفكاهة، تقريبا نشوف أفلام، لكن فكاهة ما عنديش بزاف نشوفها، لكن في الجزائر بزاف أسماء أسماء اللي تخليك تضحك. نشوف أنا عثمان عليوان نشوف طول حياتي، وتقريبا كل جزائريين راح يشاطرونا، معناتها عثمان عليوان كاين أسماء واحدة أخرى، كاين جيل تاع صويلح وعاشوري والأخضر بوخرص، كاين جيل تاع الله يرحمه سيكتور الطاهر وبن مبروك، كاين جيل حسن حساني، كاين جيل تاع فنلنديل، كان جيل أجيال، كل جيل وجيله، لكن جيلنا اليوم كان شبيبة راهي تصنع الحدث وراهي تقوم بمجموعة من الشباب الموجودين، إن شاء الله ممكن نشوفوا فكاهة في المستقبل. نتمنى لكل نجاحات في ثلاثة نحبهم أنا، باش ما يزعفوش عليا راح نقول لهم أنا رقم واحد هو اللي حد الآن اللي راهو الآن في هذه الأسماء اللي تتهم لي هو نبيل عسلي. نبيل عسلي في السينما عنده حضور، في التنشيط عنده حضور، وعنده حضور كذلك في الفكاهة. مدرسة فوكا يعني مدرسة معروفة في المسرح، ونحييهم من هذا المنبر.
نص أكبر غائب، بدون نص أكبر غائب. ولو أن هناك نصوص كانت تكتب ولكن ناقص ناقص، والارتجال. شفتوا هذاك انستغرام لحد الآن مازال ما دخلتش. لو أنني عندي انستغرام جديد فيه ومانيش نتاع نعمل فيه كثير، فيسبوك أكثر عندها، ولكن ولكن اليوم الطريق الأنجح هو الانستغرام. في ثلاث ايام ابري لا مور دو مون بير، ثلاث ايام مات، كان مات بابا، تلقيت ضربه موجعه من العمل، فريق العمل تاعي، وين غبت على العمل لمده 7 أشهر 8 أشهر، ولا واحد حس فيها في الوقت اللي كنت نسحق شكون يوقف معايا. لكن وقف معايا ناس اصدقاء تاعي ماشي من عالم الفن، واحد منهم هو اللي راني موجود عند الفندق تاعه، يوسف تلا الوحيد كان واقف معايا، وقف معايا هو والعائلة تاعو، وكنت نسحبه كل عليا تقريبا. بقى معايا نقدر نقول أسماء اللي بقى معايا كأقرب ناس ليا، بقات معايا دلال عن بعد، أنا من حقهم هذاك الوقت، ونقولها مانيش خايف، لأن هذاك العام حسبي الله ونعم الوكيل. عندما تطعن من الخلف من أناس ألم أنك أنت في المقدمة دائما، اليوم نقولهم ربي سامحكم الله. أعطتني أسماء الرائعة، الأسماء نضال الجزائري، نضال قامة، فايدة كريم أم، نوال أخت وأم وكل شيء، معناتها كنا نقدر نديهم في ثلاثة، لكن قلت لي تذكرة واحدة الأقرب إلي وأقرب أقرب أقرب هي فايدة كريم، نحيي نضال نحيي نوال، أقرب أقرب إلي وهي الأم وهي دائما معايا في كل مكان، فايدة نحييها، فايدة كريم، أختي بوعلام كما تسمى. طبعا مش الخسارة تاعي، عزة النفس هكذا دايرة. طبعا انا لاعب قوى، نساوي الالعاب قوى، ما ندخلش قاع هذا العالم لانه عالم مملوء بال، هي كلمه راح نقولها اليوم ربما راح نتحاسب عليها ولكن راح نقولها، فاء ونون، فجور ونفاق مباشره، لانه هذا العالم اذا كان فيه حقيقه، حقيقه نقولها اليوم اللي نقولها حقيقه فيه، هو ان الانسان يبني نفسه، يخدم على خدمات، زوج خدمات، يا يخدم في شركه ويخدم في هذا العالم احسن ليه، لانه كان غير يخدم في هذا العالم والله ما يعيش، معيشه يعيشها واحد المعيشه ما نحكي لكش، الا اذا كنت مطرب او مغني عندك، ماشي كاع المغنيين بين قوسين، تقدر تكون عندك انت دير عزف او دير حفله ب 50 مليون، اما انت دير تنشيط بجوج دور ماشي كيف كيف، فاهمين؟ معناتها انا المعادله شويه واعره. كلمة أخيرة، أولا نشكركم على هذه القاعدة الشابة، هذه الأسئلة اللي ربما حفرت لي من ذاكرتي شوية، ولو أنه كانت خفيفة، أنا كلمة حبيت نوصلها لعائلة عطلة، ديروا في بالكم مهما كانت الفهمة ما كانش، عطلة دائما في قلبنا. أنا نقول لعائلتي، نقول الناس اللي تحبني والناس اللي راح تسبنا، وأكيد هما شاطرين في الفيسبوك على السب والشتم، نقول لهم ربي يهديكم، احذروا من انزلاقات، وحافظوا على هذه الارض الطيبه اللي انجبت رجال ونساء، ومن اجلها اليوم احنا متواجدين، من اجلها اليوم رانا فرحانين، وتدوم الافراح للجزائر، تحيا الجزائر.